صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم حاجة جديدة. طبعا كله متعود على ان الديك الرومي لما بيجي يتعمل بنقعد نحط له الخلطة بتاعته والحاجات دي ونحطه في الفرن يقعد بال4 ساعات وال5 ساعات. لا، احنا هنعمل بطريقة جديدة خالص من غير، وبرضه هيبقى طعمه زي المشوي واحلى منه. بنعمل ايه؟ ان احنا هنسلقه، بس ازاي؟ اهم حاجة ان احنا نحط له الخلطة بتاعته ونحط له حاجته، واحدة واحدة مع بعض هنعرف نقول لكم احنا هنعمله ازاي. اهم حاجة ان الخلطة بتاعته معانا روزماري، ومعانا هنا فلفل اسود، 7 بهارات، ورق لوري بس انا طحناه، وحبهان، اكتر من كده مفيش. معانا بصل كتير مضروب في الخلاط، اللي هو في ناس بتسميه مرتة، ومعايا مية البصل، ومعايا حقنة صغيرة باخد بيها مية البصل عشان انا هحطها في الديك. طبعا الحقنة جديدة خالص، احسن حد يقول مستعملة او حاجة. هنبتدي بقى دلوقتي مع بعض. الاول ان انا هاخد ابعد الديك شوية، اخد البصل اهوت، احط عليه الحبة من الروزميري اهو، عشان اخلطها معاه. الروزميري دي بتدي ريحة جميلة جدا وطعمها بيبقى حلو خالص، وبتخليش فيه اي زفارة. طبعا احنا غسلين الديك ونقعينه في مية وملح وخل من بالليل عشان يبقى برضو ما ياخدش سوا كتير. بس احب اقول لكم ان الديك البلدي بياخد سوا شوية غير الديك الابيض. طبعا هنخلي حبة نحطهم فيه صحيح. هناخد كل الحاجات، بس هخلي شوية فلفل اسود صغيرين عشان نكمل بيهم، نحطهم في الديك من جوه. هناخد البهارات، كل الحاجات دي كلها كده مع البصلة، ومعاهم شوية من الفلفل الاسود اهو، وهنبتدي نخلط كل ده. دي طبعا عشان صغيرة مش هعرف اخلط فيها، فانا هخلط في حاجة اكبر شوية. بلاش نحط ملح، بلاش الملح، الملح ده اخر حاجة خالص هنحطها في الشوربة بعد ما نحس ان هو خلاص فاضل حاجة بسيطة، على ان احنا هندفي عليه، يعني نكون فاضل مثلا بتاع 10 دقايق ولا حاجة، نحط الملح معاه. نعمل ايه؟ اول حاجة كده هناخد فيه هنا اللي هي اللي بيسموها الطبلة بتاعته، اللي هي الكبيرة دي، دي برضو بنحشيها بصل اهي. اهم حاجة دي عشان دي بتدي طعم حلو قوي. وبرضو هنحط واحدة روزميري في قلبيها، حشيناها وحطينا واحدة روزميري فيها، دي حاجة. تاني حاجة هنبتدي نحشي القلب، بس قبل ما احشي القلب انا باجي اخد مية البصل اللي انا دعكت بيها، واجي احط في اللحم بتاع الديك نفسه بتاع الصدر، اديله مية بصل جوه في اللحم نفسه عشان يبقى اللحم من جوه حايق. صدقوني هتفرق كتير قوي في الطعم. عشان الصدر بيبقى تخين، فبيبقى لازم ليه حبه، لازم يكون فيه بصل. مية البصل دي جميلة جدا.
له كتير قوي، حطي كل الصدر كله، لازم يبقى فيه ميه بصل كتير. هتبقى ميه البصل في اللحم والبصل من جوه، دي طبعا بتبقى حاجه تانية خالص. كده خلاص كفايه، هنبتدي ناخد البصل. احنا طبعا هنا لازم لازم نبقى موسعين بين الجلد واللحم شويه كده اهو، عشان ندخل برضو عند الورك الديك يبقى مفتوحه، نحط برضو جواها بصل. بين الجلد وبين الرجلين، بين الفخذ، صدقوني ده بيعمل فرق جامد جدا ويبقى طعمه حلو قوي. ده غير طبعا ما احنا هنحشي القلب اهو، هو بياخد بصل كتير. بس كده نكتفه. كده خلاص حط في قلبه. برضو هناخد جوه بين الرجلين واحدة اهي اهي، وهنيجي في القلب هنحط، لان هي دي اكتر حاجة حلوة جدا. احنا كده او كده هنحط برضو في الشوربة، هنحط بقية البصل عشان يبقى نفس الطعم ونفس الريحة، بيدي ريحة جميلة جدا. بعد ما هنسلقه طبعا انا هبقى ارجع معاكم تاني وهوريكم احنا هنعمله ازاي، وازاي هيبقى شكله زي المشوي وفي نفس الريحة وفي نفس الطعم. ورجعت لكم تاني، وده كده الديك بتاعنا اهو بعد ما اتسلق خالص، اتسلق كويس قوي ولسه حتى سخن. فهنعمل ايه عشان يبقى زي المشوي بالظبط؟ هنجيب الخلطه دي. الخلطه دي عباره عن ايه؟ اهي الخلطه دي عباره عن كوبايه زبادي، 3 معالق صلصه، معلقه سمنه بلدي، لازم تكون سمنه بلدي او زبده، وملح وفلفل، وشوية ملح بسيطة وفلفل اسود بس خالص، مش حاجة تانية. بناخدها وبندهن بيها الديك وندخله تحت الشواية الوش ده، وبعدين نرجع نجيب الجنب والجنب التاني اهو. احنا كده هندهنه قدامكم اهو. وبرضه لما هحطه تحت الشواية ولما هيحمر خالص هوريكم شكله، هتحسوا فعلا هو واطعم. دي كمان بتديله طعم حلو قوي، ولا نقعد 4 ساعات ولا 5 ساعات، وساعات بيبقى من جوه كمان من مجلد، ده كده احسن بكتير. طبعا انا هدهنه وهكمله وادخله في الشوايه واوريه لكم بعد ما يطلع. ودلوقتي انا رجعت لكم بقى، ادي الديك بتاعنا بعد ما اتسلق وبعد ما دهناه ودخلناه كمان الشوايه، شوفوا شكله جميل، اجمل بكتير حتى من المشوي. اولا طري مش ناشف اهو، جميل من كل ناحيه اهو، شكله حلو قوي. ويا سلام كمان بقى لما تقدمه معاه محشي كرنب زي اللي احنا عاملينه ده كده النهارده اهوت اهوت. احنا عملنا النهارده محشي كرنب ولسه سخن، يا ريت تيجوا تتغدوا معانا، نفسي كنتوا تبقوا معانا والله. وربنا يسهل نعمل اكله جديده ان شاء الله باذن الله، ونتقابل بقى على خير
ويكون عندنا أكلة جديدة وسهلة وبرضو بسيطة زي دي كده، ومن غير وجع قلب ولا دوشة ولا فرن ولا الكلام ده كله. وأقول لكم إيه، أشوف بقى الحلقة الجاية على خير إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.